نتيجة من الفرحة والخيبة ميز تصريحات لاعبي منتخب ألمانيا المتوج باللقب الرابع ولاعبي الأرجنتين الذين سجلوا خسارة جديدة أمام المانشافت في كأس العالم. أحسن حارس في الدورة مانويل نوير قال إنه كتب التاريخ رفقة المنتخب الألماني وقام بعمل كبير وسط بعض الظروف الصعبة. كما لم ينسى حارس البايرن إهداء اللقب لماركو رويس الذي أصيب قبل بداية الدورة وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا إنه لعب دورا إضافيا عاد دوره كحارس مرمى مثل دعم زملائه معنويا، كما أكد أنه سيحتفل طيلة 5 أسابيع على الأقل. من جهته فيليب لام قائد الماكينات بعث رسالة مباشرة للبرغوث ميسي حينما قال بعد التتويج إن الفريق هو من يصنع الفارق وليس المهارات الفردية. وقال لام في تصريحات للتلفزيون الألماني إن امتلاك اللاعبين أصحاب أفضل المهارات الفردية من عدمه ليس هاما، لأن الفريق ككل هو من يصنع الفارق وهو ما نجحت فيه ألمانيا في تحقيقه حسب تعبيره، معتبرا أن هذا اللقب سيبقى خالدا في تاريخ الكرة الألمانية. ومن الجانب الأرجنتيني فإن المدرب سابيلا قال إنه سعيد بأداء لاعبيه وبالوصول للنهائي الذي يعتبر إنجازا في حد ذاته، مؤكدا أن التوفيق خان لاعبيه أمام المرمى بعدما غابت الفعالية، مشيرا إلى عدم استغلال الفرص السانحة للتسجيل. أما المتألق ماسكيرانو فعبر عن حزنه الشديد بعد الخسارة وقال إنه وزملائه حاولوا تقديم كل ما لديهم ولكنهم خسروا في نهاية المطاف، مؤكدا أن الأمور لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد ويجب أن تتطور إلى الأحسن مستقبلا.